de Jordania a medida que avance el partido. الرياضي اليوم هي ليست مباراة كرة قدم. هذا أسينسيو رقم 10 إلى فاتي والهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب الإسباني أنسو فاتي بعد 13 دقيقة. المنتخب الإسباني يسجل هدف التقدم عبر اللاعب فاتي. هدف وحيد جاء في الدقيقة 80. يلا يا يزن تاريخي يا يزن يا يزن ضاعت ولكن ما زالت فرصة انعماد. هذه كرة فيها هجوم سريع وفيها كرة سرابيا على التنفيذ. هذه كرة وإبعاد راحل الكبير مظهر السعيد وهذه محمد اللاعب بمهارة الصغير. هذه كرة ولا جديد.